بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم من عمان. هذه هي الرحلة المسائية التي كما تعودتم نختار فيها مجموعة من الموضوعات لتكون محل حديثنا في الدقائق القادمة بمشيئة الله تعالى. حلقة الأحد كما تعودتم حلقة استثنائية مدتها نصف ساعة، نتناول فيها اليوم بمشيئة الله تعالى موضوع الجلسة التوجيهية للمتأهلين للمرحلة الثانية من مسار الشباب ضمن البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بمباركة سامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ويعمل على تنفيذه ديوان البلاط السلطاني. طبعا هذه المرحلة الثانية تأتي بعد أن تم الإعلان عن 100 مشروع متأهل ضمن أفكار ومشاريع الشباب التي قدموها خلال الأشهر الماضية لتبدأ مرحلة جديدة للشباب المتأهلين لهذه المرحلة. طبعا هؤلاء الشباب سيخضعون لتجارب عالمية لتعزيز قدراتهم الفنية ومهاراتهم الريادية، كذلك تطوير أفكار مشاريعهم التقنية وتحويلها إلى منتجات إن شاء الله ترى النور خلال الفترة القادمة. كل ذلك من أجل تأهيل الشباب العماني بأن يكونوا مسلحين بالتقنيات والأفكار والابتكارات التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة بمشيئة الله تعالى. سنقف عند هذه المرحلة، سنقف عند شابين متأهلين في هذه المرحلة، سنقترب من مشروعهما أو مشروعيهما، وبالتالي كثير من التفاصيل خاصة بهذا البرنامج بمشيئة الله تعالى. طبعا بالإضافة إلى ذلك حضرنا لكم مجموعة من المحطات سنبدأها بهذا التقرير، حيث احتفلت شرطة عمان السلطانية يوم أمس 5 يناير بيوم الشرطة السنوي. هذا اليوم الذي تحتفل فيه شرطة عمان السلطانية بكافة إنجازاتها المتحققة على الأرض والموجودة، والتي يستفيد منها طبعا من كافة خدماتها. التقرير القادم يتناول جانبا من هذه الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، نتابع. ضرورة ملحة للمجتمع، إذ به تتحقق رفاهية الفرد ويعم الخير جميع أفراده ويرتقي به المجتمع إلى مصاف الدول المتحضرة. ولعل الواضح للجميع أن الأمن مقترن بالعمل الشرطي المتمثل في شرطة عمان السلطانية من خلال مسيرة التطور والإنجاز في حفظ الأمن ودعم ركائز الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم. لقد أصبحت شرطة عمان السلطانية بعد 48 عاما وبجهود مخلصة من قادة متعاقبين على قيادتها مثالا يحتذى في النظام وتطبيق القانون، وخير مثال على ذلك الإدارات الخدمية، وهي الإدارات الرئيسية التي تتعامل مع الناس مع حفظ حقوق الإدارات الأخرى التي تعمل هي الأخرى ليل نهار في سبيل خدمة الوطن وحماية المواطن، ويضحي أفرادها بحياتهم لحماية الوطن من خطر المخدرات والممنوعات والتهريب والتسلل. فهذه السلسلة الشرطية تتطور في أدائها ومهامها وأهدافها، ولذلك على الجميع تقدير هذه الجهود النبيلة التي تبذلها. وخير مؤكد على تلك الجهود الحثيثة التي يقوم بها منتسبو شرطة عمان السلطانية
هو ما حققته مؤخرا في الحصول على المركز الأول خليجيا وعربيا في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة، والذي جاء في تقرير التنافسية العالمية لعام 2018، والذي يعكس بدوره الاستقرار الأمني الذي تمتعت به السلطنة بفضل جهودهم. تحية نقف موجهينها لشرطة عمان السلطانية ولكل منتسبيها في يومها الأغر، والذي صادف يوم أمس 5 يناير، وإلى مزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن العزيز. التأثير الحاصل لكل من الشحنة والجهد والسعة عند وضع المكثف في الماء. المكثف في الماء. تم فصل التيار ولا ما تم فصل التيار؟ درس على الهواء. مكثف. لو مكثف هنا عندي وضع، هذا مكثف موصل طبعا ببطارية، يعني هنا في ثابت لا يتغير. لماذا؟ لأنه هو هنا الحين موصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. طبعا نبارك لكافة منتسبي شرطة عمان السلطانية من جديد الاحتفال بيومهم السنوي، وفخورين بهذه الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة الحبيبة. كما وعدناكم سنتحدث اليوم مع شابين مشاركين في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب ومتأهلين للمرحلة الثانية. سنقترب منهم من تطلعاتهم ومن أفكارهم ومن استفادتهم من المرحلة الأولى، وأيضا يعني رؤيتهم للمرحلة القادمة إن شاء الله، وكذلك من المشاريع التي أهلتهم للوصول لهذه المرحلة. نرحب بضيفينا عبد المنعم بن صلاح اللواتي من المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. أهلا وسهلا عبد المنعم. مرحبا بكم. كذلك نرحب ببشرى بن سالم الوهيبية أيضا مشاركة في البرنامج. أهلا وسهلا بك. نبارك لكم عبد المنعم الوصول للمرحلة الثانية من هذا البرنامج. الله يبارك فيكم. كيف كانت المرحلة الأولى والاستفادة منها بكل ما حملته من برامج خلال الفترة الماضية؟ والله حقيقة أولا بدأنا باختبارات وتقييم للشخصيات، من ثم إلى برنامج تعليمية حقيقة مكثفة. حقيقة ذهلت من جدة من التنظيم المتميز والاهتمام بالتفاصيل، خلتني أكون متحمس جدا للمرحلة الثانية. ممتاز جدا بشرى، أيضا نبارك لك تأهلك لهذه المرحلة. طبعا 100 مشارك
و100 مشروع موجودين في هذه المرحلة. ومعالي السيد وزير الديوان البلاط السلطاني صرح بأنه سيتم دعم الأفكار جميعها إن شاء الله لترى النور بمشيئة الله تعالى. كيف كانت المعارف والمهارات اللي استفدتم منها في المرحلة الأولى قبل أن نتحدث عن هذه المرحلة الجديدة؟ طبعا في المرحلة الأولى كان في عدة اللي هي تخصصات ندرسها أونلاين. في عندك اللي هو ديجيتال ماركتينج، داتا فاونديشن، واللي هو البروغرامينج. طبعا أنا خريجة ديجيتال ماركتينج، فاللي هو الكلاسات الفيرتشوال أونلاين كلاسز بالضبط، أيوة، التسويق الرقمي. تعرفت على زملاء هناك، كان في اللي هو أكثر من فكر مشترك فيه، اللي هو كلاس واحد. كنت تقريبا أنا أصغر واحدة بين المجموعة، بس نفس الوقت يعني كل واحد عطى المعلومات اللي يعني أو الخلفيات اللي عندهم، اللي هي مثلا الخلفيات العلمية، كل واحد شارك اللي هو معارفه ومهارات واهتماماته. أيوة، اهتماماته. يعني كنتم كنتوا تعملوا على مجموعات بالضبط. أيوة، مجموعات وبروجكتات، فكل واحد كان يساعد الثاني. تعلمنا منها واجد أشياء، اللي هو العمل الجماعي، مساعدة الآخرين، الثقة بالنفس. ممتاز. طيب خلينا عبد المنعم نأتي على مشروعك الذي أهلك لأنك تكون موجود من ضمن المئة في هذه المرحلة. والله المشروع باختصار بدأت يعني كنت أدرسه من بداية 2018، فهو عبارة عن إيش؟ أن جميع الناس في حياتهم يمروا بمراحل خطرة أو يعني قبل لا تدخل البرنامج يعني الفكرة كانت موجودة ببالك. بالضبط بالضبط. طيب. فالإنسان يمر بمراحل خطرة كثيرة في الحياة، مثلاً خلال التنقل أو خلال ممارسة لهواياته، فيعرض أهلي هذه المخاطر قد تتحول لحوادث، تعرضه لخسارة جزء من جسمه، بالتحديد العظام، الفك والركب مثلاً. يعني حوادث اللي تقع للإنسان ربما؟ بالضبط بالضبط. فحالياً الأطباء يجدوا صعوبة أنهم يستبدلوا القطعة في جسم الإنسان بقطعة مصنعة لكمية كبيرة من الناس، فراح نستخدم تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد لنصمم لكل مريض قطعة مخصصة له، راح تساعد أنه يتعالج أحسن في وقت أسرع. إيش تفرق هذه عن موضوع الأطراف الصناعية اللي موجود ويستخدم في كثير من المستشفيات الآن؟ والله هذا المجال جدا كبير، في يسموه الامبلانتس اللي هي زراعه القطع، في التركيب الاطراف الصناعيه، فهم كلهم تحت سقف مجال واحد. لكن اخترت هذا المجال بناء على ان اشوف ان فيه تطور يعني كبير جدا حول العالم، وفي اهتمام. في مثال نموذج ممكن ناخذ عليه عشان نقرب بس الفكره؟ اوكي. كنت اقرا تقرير في واحدة مريضة أصابت بكسر في المفصل بالضبط، فواجهوا صعوبة أنهم يحصلوا جزء يستبدلوا لها يعني يكون دقيق يثبت في وجهها، فاضطروا أنهم يطبعوا لها بالطابعة ثلاثية الأبعاد عشان يكون بالضبط يتناسق مع وجهها. نعم. وكيف تتم هذه العملية كلها؟ يعني تبدو أن العملية شوي معقدة. بالضبط، هي فيها يعني مراحل. أولاً تقوم بعمل سي تي سكان او ام ار اي سكان، بعدين تشل هذا التصوير، تحطهم في الكمبيوتر، تعالجهم، بعدين تقوم بدراسه النموذج اللي انت تريد تصنعه كله بالكمبيوتر، مقاسات محدده، كل شيء بالضبط، يكون انه يعني يتناسق مع وجهها كانه الجزء الطبيعي. الفرق الوحيد انه هو من ماده مختلفه، تيتانيوم او اي من المواد الاخرى. الآن فكرة المشروع، ما الذي يوفره في هذه العملية؟ هل يوفر كل العملية من بدايتها لنهايتها أم أنه يوفر جزء منها؟ يوفر جزء منها طبعاً. أنا ما راح أصنع المواد، راح أخذهم جاهزة. البرامج متوفرة ممكن تستخدمها، تعلمتها في الجامعة، ناقشتها مع أطباء عدة وكلهم يشوفوا أن لها مستقبل. أساساً حالياً يشتروا بعضها بالقطع بس من خارج عمان، فتكلفتها جداً عالية، التواصل صعب جداً مع الدول، مع الشركات اللي برا ياخذ لها وقت كثير لما توصل، لكن نعم. اني احولها محليا فبتحل كثير من المشاكل. نعم. طبعا ارجع لك لبعض التفاصيل ايضا في هذا المشروع، لكن نذهب الى مشروع بشرى. ما طبيعه المشروع اللي اشتغلتوا عليه؟ المشروع يعالج مشكله. اول شيء في البدايه المشروع هو عباره عن طابعه للحنه 3D printer مع اللي هو طابعه ثلاثيه الابعاد مدمجه مع خاصيه اللي هو الروبوتكس.
فهي تعالج مشكلة اللي هو الانتظار لساعات جدا طويلة خاصة للنساء في مثلا في أيام اللي هو الأعياد مثلا أو الأعراس. يعني هذه آلة طابعة حنة بالضبط، آلة تطبع الحنة بالضبط مباشرة. أيوة. على اليد بالضبط مباشرة، فقط أن تحط اليد وتطبع على اليد ويكون الحنة طبيعي أيضا. بالضبط، هو الخطة أن تكون الحنة يعني مصنعة من عمان في عمان. الآلة تكون نفس الشيء مصنعة في عمان، الأول من نوعها طبعا في عمان وفي العالم كله، فهذا يعني يعتبر فخر حالا نحن نكون يعني الأول على هذا المجال في عمان وفي العالم. طيب تقنية كيف يتم الاشتغال لتجهيز هذه الآلة فيما يتعلق بالرسومات والنقش نفسه وتفاصيله، كيف تشتغل على هذا الموضوع؟ فهذا الموضوع حبينا أن نستفيد من الناقشات الموجودات المحليات يعني العمانيات، ناخذ منهم اللي هي الأفكار والنقوش. طيب. ونتعامل معاهم انه ندخل النقوش ولا الديزاينات في داخل البروجرام اللي هو ما يكون موجود في ال 3D printer. نعم. بالتالي يكون في خلاص كل الديزاينات تكون موجودة في الطابعة، فقط الزبون يجي ويختار اللي هو طيب الـ يعني الـ الفنيات التي يشتغلن على النقش، عارفين انتم ايش راح يستخدموا الاله؟ يعني هذا راح ممكن ياثر عليهم هم في مشاريعهم. هو ما راح ياثر ليش؟ لانه مثل ما قلت لك نحن بنكون كانه في اللي هو مشترك، هم يكونوا مشاركين معنا في هذا المشروع، لان بدونهم ما اظن بنقدر نكمل او نحقق هذا المشروع بنجاح. فهو بيكون نحن نتعامل معهم، هما بيتعاملوا معنا، فبنحقق اللي هو ربح، والربح طبعا بيكون مقسم. يعني تتوقع أن يكون بنفس الجودة التي تم الاشتغال عليها باليد؟ بالضبط، إن شاء الله يكون نفس الجودة أعلى بعد. ليش؟ لأنه بيكون بوقت أقل إن شاء الله، وأنليمتد اللي هو يعني رسومات أو نقوشات غير يعني ما محددة أو ما محدودة. ممتاز. يعني في كمية كبيرة. نعم. طيب عبد المنعم، حدثنا أكثر عن التقنية اللي محتاجها. طبعا نتحدث عن مشاريع الشباب اللي ربما يعني تهيئتهم للثورة الصناعية الرابعة، هذه التقنيات الجديدة اللي تتعامل مع كثير من تفاصيل كثير من المعادلات. كيف يتم قياس يعني أخذ هذه الأشعة للجزء المصاب ورسم 3D وصورة ثلاثية الأبعاد ليتم بعد ذلك محاكاتها وصناعتها؟ حاليا الأجهزة اللي تقوم بأخذ التصوير متوفرة، يستخدموها أساسا في عدة عمليات، ولكن لا ما يستخدموها لصناعة جزء معين أو مخصص لمريض. ليش ما يسووا هذا؟ لأن حسب التقارير تقول أن الكفاءات ما متوفرة حول كل العالم، فيحتاج لها تطوير وتدريب. فبعد ما تأخذ السكان تحوله للكمبيوتر، البرامج تعلمناها في الجامعة وفي الوقت الفراغ وخلال البرنامج، ونفس الوقت بنكمل نتعلمها ونحن برا عمان. فكل هذا بيضيف إلى تسهيل. طيب بعض الأعضاء يعني ممكن تكون يعني أطراف أو سطحية يمكن تصوير، لكن ماذا عن الأجزاء الداخلية في جسم الإنسان؟ هذه كيف ممكن تعامل معها تصويرها بطريقة ثلاثية الأبعاد؟ الأجهزة هذه ترسل مثل أشعة الإكس راي، تضرب في الأعضاء الكثيفة وترتد إلى الجهاز، فتأخذ منها صورة وهذه الصورة تتحول للكمبيوتر. نعم. طيب تفاصيل جميلة وكثيرة محتاجة لكثير من يعني العمق فيها. طيب بشرة، يعني بالنسبة للقاء التوجيهي الذي كان يوم أمس، ما الذي دار فيه؟ أبرز ما تم إطلاعكم عليه للمرحلة القادمة إن شاء الله؟ طبعا في البداية أعطوني اللي هو نبذة عن القوانين أو الشروط اللي لازم نلتزم فيها كمشاركين في المرحلة الثانية ممتدة إلى شهر سبتمبر إن شاء الله. أيوة تقريبا مدتها 9 أشهر من شهر يناير إلى شهر سبتمبر. أيوة. ففي البداية عرفونا على القوانين اللي نلتزم فيها، من ضمنها اللي هي الالتزام الكلي والتام بحضور جميع الورش التدريبية، حضور جميع اللقاءات للفريق سواء اللي هو عبر الانترنت أو اللي هو اللقاءات الشخصية. في بعد اللي هو تعرفنا على 100 مشروع أو 100 مشارك، تعرفنا أكثر على بعض شخصيا طبعا، عن أفكارهم، عن توجهاتهم في الحياة. ممتاز. تشاركنا فيها عن اللي هو إذا كان في
جانب معين يحتاج اللي هو الشخص الثاني أو المشارك الثاني أنه يعدل فيه على فكرته. بعد كان في حلقة جدا جميلة طلعنا منها بشكل إيجابي جدا، اللي هو كان في حلقة عن التعرف بالنفس أو التقييم الشخصي، كل واحد يقيم شخصيته أو يقيم نفسه. في أيضا ما يتعلق بالتجارب العالمية، أيوه. كيف راح تكون إن شاء الله؟ التجارب العالمية بيكون تقريبا مقسمين إحنا إلى ثلاث فرق أو ثلاث أيوة ثلاث فرق. فرق الأولى والثانية بتكون في نيوزيلند، سنغافورة، والفريق الثالث بيكون في سويسرا إن شاء الله. طبعا معكم أيضا فريق عبد المنعم، يعني كل مشروع وراءه يعني من يقوم وراءه، يعني عبد المنعم أنت يعني تمثل مشروع لكن معك فريق أيضا. بالضبط لازم يكون عندي فريق، ما بقدر أسوي كل هذا الأعمال وحدي. إيش الأدوار اللي بينكم عشان تنجزوا هذا المشروع؟ حقيقة يعني حاليا الفريق ما كبير جدا، أنا أحاول أني أكونه في خلال الرحلة. فمعي طبيب وأنا بكون المهندس، ونفس الوقت راح نستفيد من التدريب اللي نحصله من الشركاء العالميين اللي هم أساسا يعني مثل قادة في هذا المجال. وحلو أنه أيضا معك طبيب بحكم أنه بالاختصاص طبعا. كل التوفيق لكم في مشاريعكم ولزملائكم أيضا في هذه المرحلة الثانية. شكرا لك عبد المنعم بن صلاح اللواتي، شكرا أيضا بشرى بن سالم الوهيبي، شكرا جزيلا لك، كل التوفيق إن شاء الله. إذن كانت هذه وقفتنا اليوم مشاهدين الكرام في برنامجكم من عمان، غدا إن شاء الله حلقة جديدة، إن شاء الله تستمتعوا بكافة التفاصيل التي نقدمها في برنامجكم من عمان. تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، وهذه تحية من المخرج محمود الحسني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.